السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله بدي أعملكم شاورما. طبعا أنا عملتها أكثر من مرة، بس حبيت أعملكم الشاورما هاي تقريبا زي المطاعم، نفس طعم المطاعم. التتبيلة طبعا عرفتوها اللي بدها، يعني في أنا عاملة طريقة مرتين ثلاثة تبهير، طريقة تبهير الشاورما. ترجعوا للفيديوهات إن شاء الله اللي أنا عاملاها. حطيت زيت في الطنجرة، بدي أحط دجاج متبل، عملنا شاورما مفحمة بالفحم، طعمها كأنه على الفحم بتكون بدون دجاج. بحط الدجاج وبخليه يستوي، وبعدين بولع فحمة، بحطها بجزيرة بنقطة زيت وبخمرها. خليني بس اخلص استوى الدجاج افرجيكم كيف الطريقة ان شاء الله. هيك استوت الدجاجة، بدي احط الفحمة عليها. بحط الفحمة، بخمرها، خلص اطفي عنها وبدي اخمرها قبل ما تاخذ طعم الفحمة. وهيك بعد ما فحمت الشاورما والجريل حطيت عليه زيت من الزيت نفسه تبع الدجاج، مثل هيك باخذ من الزيت تبع الدجاج، من الزيت تبع الدجاج، وبدهن فيه الجريل او المقلى اللي بدي اعمل فيه، اي شيء يعني تكون تستعمليه بتحطي، لانه بيعطي طعم للسندويشة. بحط مايونيز على الخبزة. حطيت المايونيز، هذا المايونيز عمايلي، ان شاء الله بدي اعملكم فيديو وانزله بقناتي، مايونيز من دون بيض. حط الدجاج، وممكن تحطي بطاطا معه او مخلل خيار اللي بتحبيه. لفي هيك السندويشة، بتصفطي على الجريل. بدي اعمل كل الكمية وافرجيكم كيف بدي اكملها، بس بعد قبل ما اترككم السندويشة اللي عملتها بدي ادهنها برضو من زيت تبع الدجاج، بس اكمل كل الكمية ان شاء الله افرجيكم اياها. هاي حبيت اصور لكم كمان سندويشة. بدي احطها، بدي ادهن الوجه كله. سكر عليها، خليها تقريبا 5 دقائق، بعدين نفتح عليهم ونكون جاهزين ان شاء الله. وهيك خلصنا الشاورما، تحمرت من الجليل. نحملها ونحطها بالصحن. وهيك الكمية كلها صارت جاهزة، وان شاء الله الوصفة بتعجبكم. بصحتين وعافية.